هي جولة سياحية قامت بها جمعية الأقلام السياحية، مدينة تعرف بارتفاعها الشاهق وجبالها المكسوة بالثلوج. تيكجدا، تابعونا في هذا الروبورتاج لنكتشفها معا. جولة سياحية قامت بها جمعية الأقلام السياحية بالتنسيق مع الصحافيين من مختلف المؤسسات الإعلامية إلى منطقة تيكجدا بهدف تشجيع السياحة المحلية والوطنية. تيكجدا السياحية تقع بالمحمية الطبيعية للحظيرة الوطنية لجرجرة على بعد 20 كيلومتر عن مدينة البويرة. صنفت منذ عام 1935 ضمن الحظائر الوطنية وعام 1998 ضمن التراث العالمي البيئي، فهي تتواجد شمال بلدية الأصنام بدائرة بشلول. بداية الموسم الشتوي والأقلام السياحية فكرت أن تعمل خرجة إعلامية سياحية استكشافية لفائدة هذا الإعلاميين، منهم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، لإحياء هذا الموسم وحتى لتعريف بالمنطقة تيكجدا، حتى أن المواطن الجزائري يعرف منطقة تيكجدا لكن ما يعرفش اللي بالكون دو توريزم، ما يعرفش باللي كاين المنطقة آمنة يقدر يقضي فيها أسبوع تاعو مريح في نهاية الأسبوع، وما ترتبطش بال يعني نقولوا لازم تكون عنده عطله سنويه باش يقدر يجي تيكجدا، حتى عطله اسبوعيه يقدر يستفيد منها ويجي تيكجدا لانها بعيده على العاصمه الا ساعتين. وهذه تدخل في بين من البرنامج الجمعيه على المدى القصير ان ننظموا رحلات هكذا لنور المواطن الجزائري ان بلادنا بلد امنه، منطقه تيكجدا منطقه امنه يقدر يجي لها وتحسين صوره الجزائر. هذا هو الهدف الاساسي للجمعيه، هو تحسين صوت الجزائر، يعني نحييو هذه المناطق يعني السياحه الوطنيه، يعني هي لتطوير السياحه الوطنيه والسياحه سياحه الوطنيه والمحليه خاصه. يعني نحن في منطقه بويره كما تعتبر من اهم المناطق السياحيه في الجزائر لانفرادها بجمال طبيعي خلاب من جبال وغابات تتجمل في فصل الشتاء بالثلوج وفي فصل الربيع بظلال الأشجار. يقصدها السياح من داخل وخارج الجزائر، تسخر بعدة مؤهلات سياحية كالسياحة الجبلية، محيطها يكسبها تنوعا بيئيا هائلا، ناهيك عن الحيوانات البرية المختلفة والعديد من النباتات، بالإضافة إلى الموروث التقليدي للمنطقة كالصناعة التقليدية من حلي وفخار وملابس تقليدية، والموروث المعنوي المتمثل في المناسبات الدينية والأفراح والأعياد. احنا دي فيزيتور، جينا مقسمتين هنا، كنا في ألجي شغل، جينا هابطين بون سمعنا بتيكجدا، بلاصه شابه بزاف فيها الثلج قبل الوقت، فريمون درنا دي فوتو درنا دي فيديو، حاجه بلاصه شابه بزاف، يعني كون ماشي واحد يعني مزروب نقول لك نريحنا نورمال نبات صافي بليزير، بلادنا شابه ماذا بينا اللي ما شافوش البلاصه هذه يجيو يشوفوها. أثناء جولتنا في أعالي المنطقة التقينا بمجموعة من الشباب الذين استهوتهم الطبيعة وفضلوا قضاء العطلة الأسبوعية في الخيام في جو مليء بالحيوية وروح الدعابة. نيش دار الغر صافي بليزا جي مع ولد حومتك هنا القصرة الضحك هاك شوف نأكل في القرموس بصحتك ستاكل معنا نفسك الله يرضى عليك دير زيد لما تديرش لا لا ايوا نجوز ويكاند هاي اسمعنا كومبيوتر راك خدام نجوز ويكاند هنايا الكالم
اماتور شويه شويه راك تعرف كيجي لهنا شغل عند كلش ما عندك والو عند كلش ستان بليزر كي تشعل النويرة ما تاكلش تشوف غير في الشجرة هكذا تسمع لي زاني من الصباح بيان شحال عندكم وانتم في الجولة؟ أنا ما أنا عندي واحد سانكا أنا نجي هاي سا ديبون ما نجيش دايما ماشي شاك ويكاند نجي باغ اكزومبل هذو يجوا شاك ويكاند والله غير يعني صافي بليزر باش تجي لتيك جدا ديكوفري تيك جدا تشوف بلايص تمشي سي لابي ما كاين والو كاين بزاف ناس هادي تاع راسها بالك اودي كاين لاغريسيون كاين كاين كذا كاين ما كاين والو شنو كاين حاجة واحدة الانسان مليح كي يروح لبلاصة يخليها كيما يلقاها دونك انت تجي لهنايا ما تلقى والو يفو با تخلي عفايس تاوعك لي تولي هنا باغ اكزومبل كون تشوفها كاع وسخ لي ليماج تولي ما عطاوهاش تلقى البلاستيك الحديد تلقى السيما تلقى كلش هنايا نو هنا كاين لا ناتور باش تربوزي بيان يبقى هذا المنتجع السياحي في خانة التهميش رغم إعجاب السياح له فعدم وفرة المرافق السياحية الضرورية وقلة الخدمات الإرشادية تقلل في المساهمة في ترقية السياحة المحلية بالمنطقة وتوفير الراحة للزائر. You're going to get more.